يعطيكم ألف عافية. يعني هالصوت الحلو وهالمواهب الموسيقية اللي معنا اليوم هي أكبر دليل إنه الفن قادر يجمع ما بين الناس شو ما كانت تخصصاتهم أو مساراتهم بالحياة، بيضل الفن هو أجمل صفة وأجمل سمة ممكن تجمعنا. والشباب اللي معنا اليوم كسروا النمطية إنه أنت طالب طب بشري معناتها أنت معزول عن الحياة، معناتها أنت عملي ونظري ليل نهار واستاجات ويا دوبك تلحق. الشباب اللي سمعناهن عملوا فرقة على الرغم من اختلاف تخصصاتهم الدراسية الصعبة وبعد هالتخصص خصوصات عن المجال الفني. فخلونا نرحب بالبداية بالمغنية سامة نصر وهي طالبة صيدلة. كل عام وانتم بخير. أنتم بخير. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا معنا من كلية الطب البشري، هاي الكلية يلي طلاب الله يعينهم ويساعدهم على الدراسة فيها، ريبيال شقير وأيضا عازف الناي شادي زين الدين. أهلا وسهلا فيكم. ريبيال على العود طبعا. أهلا وسهلا فيكم. وبقيان معنا أيضا من كلية السياحة اختصاص شيف معنا عازف الإيقاع ميلاد نكد. أهلا وسهلا فيك. يعني أهلا وسهلا فيكم، نورتونا كلياتكم. مع اختلاف تخصصاتكم ومع اختلاف مساراتكم بالحياة، كيف خطرت عبالكم فكرة هيك تكوين فرقة موسيقية هيك ملونة؟ شلون اجتمعتوا بالبداية؟ سامة خبرينا. هلا نحن مثل ما انتم ذكرتوا انه بالجامعه ونحن طلاب بس عندنا هاي المواهب الموسيقيه والاهتمامات الموسيقيه، فهالشي جمعنا. كانوا عم يعزفوا بالكليه، حد كليه الطب عم يعزفوا. هيك بتقضوها انتم قاعدين عم تعزفوا؟ يعني هذا دائما حسي لما كان عم يعزف هي حقيقيه، يعني مش مو تمثيل يعني. فانا مريت من حد صرت غني معهم، فوقتها تعرفنا. وفرقتنا مكونه من 10 اشخاص كمان من مختلف التخصصات، وكمان فيها صيادلة وأطباء وأطباء أسنان. حلو. بس يعني اليوم معنا ثلاثة بس من الفرقة. معنا ميلاد ومعنا ريبيال ومعنا شادي. أهلا يا شادي. شادي كيفك؟ أهلا وسهلا. يلا حنحكي على المايك. أنت بتعزف فلوت؟ ناي. ناي. أوكي. بعيد شوي عن الفلوت. أوكي. هي يعني الفلوت من الناحية ماخذ الشيء الغربي تقريباً. أوكي. الناي آلي أكثر للشرقي ميال. هي الشيء الأساسي. كيف بلشت؟ خبرنا وأنت طالب طب. تمام. هي البداية كانت بتقريباً صف الحادي عشر، هي فترة متأخرة شوي نسبياً. صارت الفكرة إنه بالصدفة كمان، يعني الصدفة كثير بتلعب دور بحياتنا. ولازم الواحد ينمي أي موهبة أو أي تفصيل صغير ما يضيعه من حياته. فكانت عبارة عن بداية يعني سريعة خلال فترة، واللي انضغط فيه فكرة الدراسة إنه أنا خلصت البكالوريا دغري على ضغط مثل ما تفضلت فكرة الطب سنة والدراسة. تحضيرية وسنة بغض النظر عن النقاش فيها شيء كثير كان معقد. الحمد لله إنه وصلنا للمستوى هال إنه تقريبا يرضينا يعني بشكل الحمد عام. لله كثير حلو هذا الشيء. حتى ريبيال فكرة إنه أنت بتدرس طب وبنفس الوقت انت عم تعزف عود، العود بده هيك حنيه واحساس يعني. صحيح صحيح. فبعاد شوي عن بعض بس قدرت توفق ما بينهم، هذا هون الشغف وحب هذا الشيء موهبه، وبنفس الوقت انت عم تنمي الشيء اللي انت بتحبه، عم تقدر تلحق على اثنين، عم تقدر تكون بتحب الاثنين نفس الشيء. الحدا بس انه يعمل شيء، فالوقت كافي لا يعمل اي شيء بده اياه. فكانت البدايات بال 2017 تقريبا كبدايه اي حدا هيك موسيقي كانت على آلة الأورج. فبعدين التخصص او الرغبه بتصير تبين، يمكن هي موهبه بتبين او ممكن صدفه. فبلشت اتخصص شوي بآلة العود، وكان الطموح من الصغر الطب البشري. فانه قعدت بين انه هيك او هيك، فما كنت قادر استغني عن اي شيء من هذول الجهتين، فقررت اني اكون بالنص بيناتهم ووازن بين هذول الشخصيتين كطبيب وكموسيقي. وين عم تلاقي حالك اكثر؟ هلق اكيد قولا واحدا الميول اكثر كطب لانه هو الاساس، والموسيقى بالنهايه هي كانت هواي وممكن موهبه هيك نميتها. اوكي. بس بالنهايه الطب هو الاساس. انتوا الاثنين نفس الدفعه؟ نفس الدفعه، نفس السنه، سنه خامسه. نفس الغرفه كمان. اوكي. قد ايه دكاترتكم مبسوطين منكم؟ اكيد اكيد. بتقعدوا بتعزفوا لهم بالمدرجات ولا لا؟ عن جد عم تحكي؟ صح. اوكي بس نعطيه المايك اذا بده يضيف شيء شادي. هلا اللفته الحلوه عندنا بالجامعه وكثير بشكر الدكاتره عليها، ان كان العميد رائد ابو حرب وغيره طبعا. صح. مشكورين جدا. هي الفكره في عندنا بالجامعه لفته لهالتفاصيل، هاي طبعا يشكر عليها جميع. فكان في تقدير لهالفكرة الموسيقى بشكل عام، وكان في حفل من فتره باسبوع عيد الطالب او اليوم عيد الطالب. صح. العالمي باتحاد الطلبه. تمام. باتحاد الطلبه. فكان شيء موفق يعني. جميل. طيب جميل. ميلاد اللي هو قائد الفرقه ايقاعيا بحسه، هو اللي بيمسك الايقاع، هو اللي بيمسك الريتم كله. صح صح. خبرنا عن اله الرق اللي بين ايديك. هلق أني بلشت أعزف إيقاع من حوالي شيء 7 أو 8 سنين تقريبا. بلشت أول شيء على الطبلة يعني، وبعدين بلشت أتفرع رق كاتم هيك آلات يعني. أوكي. وهي كانت موهبة عندي يعني، والحمد لله نميتها لوصلت. أنت شيف؟
أنا شيف. أنت شيف؟ وشو علاقتك بالطب والصيدلة؟ عقدوك ولا لسه؟ يعني ها تقريبا. بتوازن لهم الموضوع؟ لا بيطبخ لنا أكلات طيبة بيمشي الحال. شو أطيب شي بيطبخه ميلاد؟ كشك. كل شي. أنت غربي ولا شرقي؟ أنا لا شيف عام يعني. اوكي انا دراسي عم بدرسها ما حد فندقي. في احلى من لهجه اهالي السويداء؟ عن جد في احلى من لهجتكم؟ لا اهلا وسهلا فيك. تسلم. نرجع نسمع شيء؟ انا حابه نسمع شيء. شيء لام كلثوم مثلا؟ هلا رح نغني ان كنت ناسي افكرك. يلا فكرونا. فكرونا. We love our
شو علاقة كوكب الشرق أم كلثوم العظيمة بالنسيان والتذكر والتفكر؟ يعني إن كنت ناسي أفكرك، أنت وعم تغني أنا عم بتذكرون وفكروني، كلموني تاني عنك، فكروني وأنساك، ده كلام النسيان والتذكر كتير. هلأ هي يمكن طريقة كتاب الكلمات أو كتاب الكلمات كيف كانوا يكتبوا كلماتهم، هي حالة شعورية بتوصف حالة الحب والعشق، كيف أنه أنت لما تحب شخص ما عاد فيك إلا تتذكر وما عاد فيك تنسى، النسيان هو كذبة. عشقاني أنت يا كباري ولا يعني عشقاني؟ هيك شانك عم تطلع من قلبك أغنية يعني. لهدى سلطان يعني، بس أنه هن نفس المود نفس الكتاب فيها لها علاقة بال نسيان والحب. أوكي. عندي هيك استفسار بسيط، قريبين كثير العمالقة كانوا من بعضهم. عندي استفسار بسيط انه العمل الجماعي ما بينكم اكيد بيحتاج لالتزام، بما انه باختلاف فروعكم وتخصصاتكم الدراسية انت بحاجة وقت لحتى تكون معهم تتدربوا، انت ايضا كمان كل حدا فيكم عنده اختلاف بالتخصص. صحيح. فهذا الشيء لما بيكون عندكم حفل او تدريب او اي شيء كتقوية لصوتكم مع بعض فبتلاقوا صعوبة بالالتزام، كيف بتحلوا هاي المشكلة؟ مين بده يجاوب؟ هات لنشوف. بشكل عام هي الشغلة مبنية على تنظيم الوقت يعني بشكل أساسي، إنه طالما نحطينا بين الطريقين مثل ما تفضل زميلي، نحطينا بين هالطريقين إنه الفكرة بس تنظيم الوقت، يعني أنا لازم أكون بهالشخصيتين لأن حبيتهم وأنا هاي يعني بدي كون الشخصية المشتركة. هي تنظيم وقت، تحديد أولويات هي شيء أساسي، إنه أنا مثلاً يومي عم بيكون عبارة عن أجزاء أو أقسام لشيء معين، بالجزء هذا أنا عندي ناي أو عزف مثلاً خلاص ما بفكر بشيء ثاني، بوقت القراية كمان دراسي بس ما في أي شيء ثاني، فهي بس عبارة عن تنظيم وتنسيق طبعاً مع الجميع. أوكي. لك بسهولة حل شادي إنه بس طبعاً. إنه هيك إنه شو تشريح عضوية كيمياء خلاص عادي تنظيم وقت خلاص نحن بس هيك بنعزف وبنغني. طيب هي الموسيقى بتعطينا توازن شخصيتنا، بتعطينا انه جانب ثاني منا، لانه الانسان هو عقله وروحه وقلب، منفس من دراستكم، فهي بتعطينا منفس وبتعطينا طاقه لنكفي اقوى بالدراسه. اكيد طبعا. كنا عم نحكي تحت الهواء وعم نعدهم، حنرجع لك يا ريبيال، انه هدى سلطان، ام كلثوم، اغاني الذكريات، اغاني النسيان، اغاني الطربيات، قوة الكلمة، قوة اللحن، الأداء الراقي، وبلشت من شوي أملي الدندن معكم، أملي صوتها حلو غنيت معكم وبتغني إيه، فهدول كلهم اللي عديناهم، وأنا تعمدت أرجع أذكر أم كلثوم لأنه اللي بيسمع هيك شيء اليوم هو بعمر سنة رابعة دراسة، سنة خامسة دراسة، وعم يشوف القصص اللي هي رتمة سريع، إيقاع كلماتها غير موزونة، قديه بتعانوا من هالموضوع أنه أنا بدي انتشر بس برقي ريبيال؟ الفكرة إنه هي ميول، يعني في ناس هيك بطبيعتها يا بالبيئة اللي نشأت فيها إلى رغبة بهذا الشيء، وحسب يعني ممكن الواحد تعجبه الغناية كلماتها، ممكن لحنها، ممكن الإيقاع تبعه، ممكن كذا، حسب التوجه تبع هيك البيئة تبعه بيعجبه شيء بالغناية، بس بالمجمل هي شغلة أذواق بالنهاية. واللي عم تقدموه له جمهور ذواق بكثافة بشكل كبير. هلق ما فينا نعمم، أكيد في ناس بتحب هيك شيء وفي ناس ما بتحب، بس بالمجمل الهدف الاساسي ان احنا نقدم الشيء اللي احنا بنحبه، لانه هون نقدر نادي الشيء بشكل صح يعني. اكيد كل لون له جمهوره وله ناس بتحبه. تمام. والاهم انه احنا نكون حابين شو عم نعمل لنقدر نبدع بشكل بس صحيح، بس هذا المهم على فكره. تمام. انتوا تحبوا اللي عم تعملوه، بس عن جد انبسطوا باللي عم تعملوه واستمتعوا، واللي بيحب يسمع يسمع، واللي ما حب يسمع يعني لا يسمع عادي. تمام. سامة انا حابه اسالك كمان عن تجاربك المسرحيه، انت شاركتي بدار الاوبرا كمان وغنيتي على خشبه المسرح، هل كان في هيك رهبه معينه؟ هل حسيتي حالك انه انا هلا عم بلش بحلمي، انا عم حط رجلي على الارض هلا؟ هلا اكيد المسارح كلها لها رهبه، مسرح دار الاوبرا اكيد له خصوصيته وكل مسرح له خصوصيته. نحن كمان ادينا بما سبق على مسرح حمص، على مسرح قصر الثقافه بحمص، وكانت كمان تجربه مميزه ولها خصوصيته. بدار الاوبرا كان في لها خصوصيته لانه كنت عم ادي اغنيتي انا من كلماتي والحاني، ويعني هلا عم عيد توزيعها، بدي اطرحها على الفيسبوك قريبا، وانا ماشيه برحله البومي اني كفي لحالي. فمثل ما تفضلت بموضوع الكلمات والالحان، تقريبا هذا المود هو اللي انا عم بشتغله بالالبوم يعني. ومنشجعك وخليكي عليه. نعم شكرا. وما تنجرفي ولا تقولي انه انا بدي انتشار اقوى، هيك بتتميزي يا سامة، برافو. انت وميلاد بنقابة الفنانين صرتوا؟ ايه صحيح. خبرنا ميلاد. نقابة الفنانين كانت تجربة حلوة. انتسبتوا لنقابة الفنانين؟ اكيد اكيد، وكان يعني في امتحان والحمد لله انه قدرنا نجتاز هذا الامتحان. اوكي. حصلنا على العضوية. انت كعازف كعازف وانت كمغني. هي كمغني. ولا حدا منكم بيغني غير سامة؟
في أصيل معنا بالفرقة كمان نجح بامتحان نقابة الفنانين، بوجه له تحية. وعازف قانون ومغني وأنا وياه منغني بالعادة ك ما بتعزفي شيء سامة؟ لا أنا لي تجارب بالعزف مسبقا يعني، بس إنه مركزة حاليا على الغناء. تمام تمام. هلا ورد أنا كثير من محبين الناي، فإذا بتسمحوا لنا هيك نسمع شوي من الناي بعدين نسمع هيك تغنوا لنا شيء بالختام اليوم، نسمع صوتكم بس تبلش لنا هيك بشيء لو سمحت. اهلا وسهلا فيكم ميلاد وسامة وربيال وشادي، نورتونا. شكرا كثير، شكرا على احنا ودعناكم، ودعونا انتم بطريقكم. بدنا نغني نختم معك. يلا thank you.
الله يحميكم ويحمي لكم هالصوت والروح الحلوه وطاقتكم الايجابيه، وان شاء الله النجاح يكون حليفكم ورفيقكم يا رب دائما. امين بدراستكم وبشغلكم الفني. نحن منا وعلينا كلنا حبيناكم اليوم. اهلا وسهلا، كل حدا عم يحضركم حبكم كمان. اهلا وسهلا فيكم. اكلتوا معمول ولا بعد؟ يلا هلا دقتوا المعمول؟ هلا ناطركم المعمول عنا. يلا اهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم. ينعاد عليكم يا رب.